بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي فيتوريا قدم رانا امبارح على الملعب الفرعي لاستاد الملعب الكبير بمراكش، وده استعدادا لمواجهه منتخب غينيا في المباراه اللي هتقام بكره الاربعاء في الجوله الخامسه بالتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه واللي بتستضيفها كوتيفوار، واكتفى لاعبو النادي الاهلي باداء تدريبات بدنيه واستشفاء. معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي بالأسكندرية انطلق امبارح بالأسكندرية، وده استعدادا لبطولة أمم أفريقيا اللي هتقام بالمغرب، وهيخوض المنتخب مباراة ودية بعد بكرة الخميس أمام منتخب غانا باستاد الأسكندرية. كمان وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة عقب الفوز على فريق الوداد المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والحصول على اللقب الإفريقي للمرة ال11 في تاريخ القلعة الحمراء. الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي وجه رسالة تهنئة خاصة للقلعة الحمراء بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 في تاريخ الأهلي، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: تهانينا للنسور الحمر، لسنوات عديدة كنت تعرف كيف تفوز بهذه الكأس. كمان هنأ نادي بايرن ميونخ الألماني النادي الأهلي المصري بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، ونشر صورة تجمع الشناوي ونوير، وكتب البايرن على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك مع نشر صورة الشناوي مع نوير حارس البافاري: تهانينا للنادي الأهلي المصري على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الثاني على التوالي بعد ما انتزعت عرش التصنيف من نور الشربيني لاعبة سبورتنج الأسبوع الماضي، وده بعد تتويج نوران مؤخرا ببطولة الجونة الدولية للسيدات. النجم الصربي نوفاك دوكوفيتش رجع لصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين اللي صدر امبارح، وده بعد تتويجه بلقب بطولة رولان جاروس المفتوحة تاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى بموسم التنس. وامبارح في شوارع مدينة مانشستر احتفل جماهير ولاعبي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالثلاثية التاريخية في موكب ضخم طاف شوارع المدينة، وحفل كبير شارك فيه نجوم الفريق على المسرح مع الجماهير، وده في مهرجان كبير بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي والفوز بالدوري الإنجليزي على حساب الأرسنال، وكذلك الفوز بالكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وشازلي نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.